عرف نفسك، اسم حضرتك. السيد محمد محمد سالم ظاهر من حافظ الشرقيه مركز من الامن. جيت النهارده. اتفضل استاذ سيد. ايه النهارده الجمعه وايه يعني النهارده انت بتيجي جمعات قبل كده؟ لا انا جاي الجمعه دي مخصوص عشان طبعا ايه حتى نشهد لله سبحانه وتعالى وتشهد هذه الارض ان هذا هو يعني هذا هو مراد الارض، حتى الارض تشهد بذلك اليوم ان كل هذه الجموع ما جاءت الا لتعلن بلسان الحال وبلسان المقال اننا ما جئنا هنا الا لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. هذه شهاده عمليه اننا ما جئنا في هذا المكان او لهذا المكان الا لنبين للارض جميعا ولكل ان كانت هناك وسائل اعلام تصور فلترى هذا المكان، لترى هذا الجمع الكبير اننا ان هؤلاء جميعا جاءوا لنصرة لدين الله سبحانه وتعالى، شهادة حية من أرض هذا الميدان الذي شهد الكثير والكثير من الثورات والوقفات، ولكن الآن شهادة حية أننا هنا واقفون من أجل شرع الله تبارك وتعالى، شهادة حية أن هذا هو الشعب، هذه هي الأرض التي تطالب بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى عليها، فإن إقامة شرع الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض هو الحياة الحقة لهذه الأرض. إقامة شرع الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض هي الحياة الحقة للناس وللأرض وللنبات ولكل شيء. في بعض فئات المجتمع المصري يعني متخوفين من الشريعة أو متخوفين من الإسلاميين، هل في اطمئنان أو في يعني ما الذي يدفع هؤلاء للخوف من شريعة الإسلام؟ شريعة الإسلام تسع كل هؤلاء. شريعة الإسلام أقيمت على أرض المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها اليهود وكان بجوارهم النصارى، عاشوا في عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، احترموا والتزموا عهودهم، فكانت لهم الحماية التامة والأمن التام والحفظ التام. أما إذا كان أخلوا بذلك العهد وبذلك الميثاق فعليهم ما يستحقون، ولكن ما الذي يدفعهم إلى الخوف من ذلك؟ الآن الإسلام يعني ها هي شهادة حية أن كل هؤلاء ما جاءوا إلا ليعلنوها صريحة لله سبحانه وتعالى أننا نريد الإسلام حاكما لشرع الله سبحانه وتعالى، نريد الإسلام على هذه الأرض يحكمنا ويقيم علينا حد الله سبحانه وتعالى إذا ما أصبنا حدا من حدوده. ولكن ما الذي يدفعهم إلى الخوف؟ لا يخاف من هذا الدين إلا من في قلبه دخن، لا يخاف من هذا الدين إلا من انتوى أن يفعل أشياء مخالفة لهذا الدين، لا يخاف من هذا الدين إلا الفاسد الذي يريد أن يستمر على فساده. هذا ما يعني هذه الشهادة حية. يعني النصارى لهم حقوق فعلا، وطب انا بتكلم على الطريقة الاخرى السياسيه التي تخالف يعني افكاركم. الطيارات الاخرى السياسيه التي تخالف الافكار، هذه الافكار الاسلاميه. الذي يخالف هذه الافكار الاسلاميه اين يقف؟ اين يقف هذا الذي يخالف الطيار الاسلامي؟ كيف ستتعاملون مع الطيارات الاخرى؟ الطيارات الاخرى ستعامل بكل احترام وبكل نصوص الاسلام وبنود الاسلام. اما اذا وجد ما يخالف ويناقض هذه العهود هم قد ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من العهود، اذا كان هناك عهود يلتزمون بها ومواثيق يلتزمون بها فبها اهلا وسهلا. اما اذا خالفوا تلك العهود والمواثيق فعليهم ما يستحقون، سيقام عليهم ما يقام على غيرهم اذا اصاب ذلك الحد. هل في اعتصام يا شيخ سيد ام الوقفه ستنتهي في مثلا في الساعه 6 ام ستستمرون في الاستعصام؟ الاعتصام يعني الاعتصام يعني قد لا يكون مجدي في هذه الاستمراريته، لان يعني هذه وقفه شهاده حيه، ولكن على الناس ان تتخذ بقى الخطوه البديله لذلك. لكن لا تنكرون على المعتصمون يعني. نعم لا ننكر على احد اذا استمر في اعتصام. نعم ولكن يعني هناك خطوات اخرى يجب اتخاذها. في بعض الطيارات او بالاخص باشمهندس عاصم عبد الماجد هاجم المعتصمون الجمعه الماضيه، هل انت مع هذا الهجوم الشرس مع الثوار ضد الثوار في التحرير؟ لا 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 انا ضد هذا الهجوم اصلا، لان يعني هؤلاء قاموا هنا يعني كل قام لايه؟ لكي يعلن عن غايته او هدفه. ولكن يعني هناك طبعا اختلاف المشارب والاهواء، ولكن يعني كلنا ما جئنا هنا الا لنصره دين الله سبحانه وتعالى، نقول اننا واقفون هنا لنصره دين الله سبحانه وتعالى، فالذي يهاجم ذلك ما الذي ماذا يريد؟ يعني انت تعترض على ما قاله عاصم عبد الماجد بالجمعه الماضيه؟ بكل تاكيد اعترض على ذلك. شكرا.